السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عالم عواطف. كنتمنى يلقاكم الفيديو بأحسن الأحوال وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم التحلية اللي بسيطة وكتوجد بسرعة، ما كتاخدش وقت نهائيا، بدون فرن، والمكونات ديالها قليلة وكتجي أكثر من رائعة. كيجي المذاق ديالها زوين بزاف، إن شاء الله تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم. وندوزو دابا باش نشوفوا المكونات والطريقة ديال التحضير. وغادي نبداو في التحضير ديال هاد التحليه هادي اللي كتوجد بسرعه وكيجي المذاق ديالها رائع بزاف. وغادي تشوفوا معايا ان الطريقه ديال التحضير ديالها سهله، ما كتاخدش وقت نهائيا. فغادي نحتاجو 250 غرام ديال ماسكربون، غادي نضيف ليها 3 ملاعق كبيره ديال كريمه ديال النوتشولا، ممكن ايضا تستعملوا النوتيلا او اي شوكولا ديال الدهن متوفر عندكم. كنخلط هاد المكونات مزيان حتى كينسجموا تماما. وغادي يجي الشكل ديالها بحال هكا، كيجي المذاق ديالها زوين بزاف. غادي نحتاجوا ايضا كميه ديال البسكوي اللي تيكون عادي بهاد الشكل هذا، وكميه ديال الماء دافئ اللي ذوبت فيها قهوه سريعه الذوبان. صافي، وغادي نبدا في التحضير. كناخذ هكا بسكوي، كناخذ حبه وكندهنها بالخليط اللي وجدنا في الاول، وكنلصق فوقها حبه اخرى بهذا الشكل هذا. كل جوج حبات كنلصقهم بهاد الكريمه اللي حضرنا. فغادي نحتاجو 22 حبه ديال البسكوي، كل جوج حبات كنلصقوهم مع بعضهم، فغادي يعطيونا 11 وحده. فهاد التحليه هادي الشكل ديالها ما كيجيش كبير، الا بغيتوها هكا كبيره تقدروا تضاعفوا المقادير. فغادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى غادي نلصق هادو اللي عندي كاملين. وبالنسبه لهذا الخليط فغادي نلصقوا به هاد الحبات ديال البسكوي، وغادي نحتفظوا بكميه منه، هو اللي غادي نزيدو مازال ندهنوا به الوجه ديال هاد البسكوي كامل في الاخر. هنا كيف ما كتشوفوا معايا لصقتهم هكا كاملين. هنا كنبدا كناخذ هكا كل وحده كنديرها في القهوه سريعه الذوبان، وكنرجع كندهنها هكا من الفوق بالقليل ديال الخليط ديال الماسكربون مع الكريمه ديال النوتشولا، وكنلصق معاها الحبه الاخرى اللي حتى هي كنديرها في القهوه سريعه الذوبان اللي مخلطه مع الماء. كنظن بان الطريقه راه واضحه معايا في الفيديو. فهاد 11 حبه اللي بقات عندي بحال هكا كلها كنزيد كنلصقها مع بعضها، كنبقى كندير بالوحده في الماء اللي مذوبه فيه القهوه سريعه الذوبان، وندهن هكا بالقليل ديال هذيك الكريمه ونلصقها على الاخرى، باش غادي يجيوني هكا كيعطيوني هذا الشكل هذا، وكيجيو هكا كاملين ملاصقين مع بعضهم بهذيك الكريمه.
هنا ملي ساليتهم هكا كاملين، لصقتهم مع بعضهم كيجي الشكل ديالهم بحال هكا. احتفظت بكمية ديال هذاك الخليط، هو اللي غادي نغطي بيه هكا من الفوق. فملي نكونوا هكا كنلصقوا هذوك الحبات ديال البسكويت، ما نكتروش من هذيك الكريمه، نديروا بعين الاعتبار اننا خاصنا نحتفظوا بكميه منه باش غادي نغطيه هكا من الفوق. فانا هكا قاديتها. وبالنسبه للتزيين فغادي يبقى على حسب الذوق ديالكم واللي متوفر عندكم. انا غادي نزين هكا بخطوط ديال الشوكولا السوداء من الفوق، ونرش من الفوق هكا النوتشولا. ممكن ايضا ديروا حبيبات ديال اللوز من الفوق، وندخلوها هكا للتلاجة نخليوها حتى كتبرد. وهذيك الكريمه ديال الماسكربون مع النوتشولا كتشد راسها. وملي كتبرد غادي نقطع هكا باش تشوفوا معايا الشكل ديالها من الداخل. كيجي الشكل ديالها زوين بزاف، والمذاق كيجي رائع. التحليه كتجي لذيذه بزاف وبسيطه في التحضير، ما فيهاش كثره المكونات، وكتوجد بسرعه. ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله.